يا حازم سيب له المرجحة بقى، ما تبقاش غتت. هي الغتت ايه دي يا حبيبتي؟ ما تخافيش، انا اول مرة اشوف كده بجد في حياتي. البنت خايفة جدا. خايفة من ايه حضرتك؟ على فكرة انا انسان زي زيكم بالظبط، انا بس عشان بلف كتير على شغلي من الصبح في النادي، فخايف وانا بلف ادوخ من كتر لف، فاقع من كتر لف، فاقع على دماغي من كتر لف، يعني لفة كبيرة قوي، مش مهم حضرتك تفهميها خالص. طيب ممكن بس توريها انك بني ادم؟ اوريها. على فكرة انا بني ادم، وبني ادم لطيف جدا في الحقيقة كمان. اهو اهو. انت خايفة من وسيم؟ انت خايفة من وسيم؟ نيلت اكتر، خديها حضرتك واتكلي على الله. اتفضل اتفضل. يلا يا حبيبتي. ده مس اسراء، ازاي حضرتك؟ ازيك يا مستر وسيم، ايه اللي انت لابسه ده؟ لا مفيش، ده حوار كبير قوي كده. مس اسراء، اقول لحضرتك حاجه غريبه وما تستغربيش. اكيد مش هتبقى اغرب من الخوذه اللي انت لابسها دي. لا اغرب من الخوذه على فكره، على فكره انا لابسها عشان مصدع مش اكتر يعني. تخيلي حضرتك النهارده في واحد نط من فوق السور ودخل بدون كارنيه وكان معاه اطفال صغيره. النادي ده محتاج مجهود جبار. وسمعت كمان ان هو لسه حد من الاستاف على قفاه. مش على قفاه على فكره. خلاص يبقى نجيب الكاميرات ونشوف لسه على قفاه ولا مش على يعني ايه نجيب الكاميرات ونشوف؟ انا مش فاهم يعني هتستفيد ايه حضرتك لما اجيب الكاميرات؟ انا هحرق الكاميرات دي وهحرق الفيلم اللي عليها، مش ممكن يعني. فين بيه مستر وسام؟ سمع حاجه معينه مستر وسام؟ سمع حاجه عندي هنا. عندي لمين؟ مازو راح شغله الجديد وفتح مدينه ملاهي وسماها مازو لان، بيوزع جوائز. يبقى زي ما اتضربت في شغلي اضربه في شغله. الله عليك. اظبط بقى عشان دي بنت الاونر. مين؟ اسراء؟ مسز اسراء. مسز اسراء، انتوا لسه فيكوا الداء الطين دوت؟ هاي مسز اسراء. هاي، ما بسلمش. انا مسز اسراء بنت صاحبه النادي. ده مين؟ امتى؟ من امتى؟ جميل معانا في النادي هنا على فكره، بيشتغل معانا. ما عارفاني بس بقى يا جميل. طيب بعد اذن حضرتك عشان جالنا شغل مهم مفاجئ كده مره واحده، بعد اذنكم يلا هتيجي معايا ولا ايه؟ مش عارف بقى. لا تعالى اطلع انت وانا وراك. يلا اطلع وسيم بيه. يلا يلا يا جميل، يلا مفيش وقت. ها يلا وسيم بيه بقى، خلصنا. مش جايه معايا يا جميل. طب ما تقلقها، الدنيا امان. هو اهي يعني هو هيطلع لك من شنطه العربيه. ما انت عارف موظف ممكن يجي من اي حته. طب اقول لك على حاجه، خش بجسمك جوه العربيه وطلع دماغك من شباك العربيه زي المواسير كده. طب استنى. يلا ادي الخيبه، ما تنجز يا جميل بسرعه. انت هتقعد مصدرها لي كده؟ انا مش عارف اسوق. بقول لك ايه، سوق انت ساكت وما تعديش من الحته الضيقه. انا مؤاخذه عمتني يا اخي، ما كفايه بقى. انا اسف يا جميل، ما انت ما تقعدش بقى تخم مطبات. عامل لك ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب.